تعالوا نسمي بالله ونشوف اول حاجه عندي البطاطس المخليه. دايما بتسالوني لما بنبقى حاطين طبق جانبي كده جنب الاكل بتاعنا بيبقى نبقى عاملين دايما بطاطس، يعني دايما بحب احطها كتقديم. البطاطس دي معموله ازاي يا توتر؟ البطاطس دي بتقدم في محلات البيتزا وبتقدم في محلات الكبده والسجق والعربيات والحاجات دي، بتبقى طعمها خطير وسهل قوي. طيب تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. معايا مكعبات بطاطس مسلوقه في كركم وشويه ملح، يعني هجيب البطاطس اقطعها مكعبات لسه هي حتى مصفينها حالا، وبحطها في ميه بتغلي مع شويه ملح مع رش الكركم يعني 10 دقائق مثلا، عايزاها تبقى مثلا 70% سوا ما تبقاش مهريه قوي. عندي فلفل اخضر حار حامي، يعني لو عايز تحطي تبقى الموضوع هي بتبقى مشطشطه عشان نبقى فاهمين بس ايه، لو انتم مش حابين خلاص استغني عنه. كزبره خضراء هريسه شطه، ولو مش عايزاها تستخدمي فلفل احمر بارد مفروم. تمام. توم، زيت زيتون او زيت عادي، عصير ليمون، كمون، كزبره، ملح وفلفل اسود. يعني حتى المقادير ابسط من البساط، سهله قوي وبسيط، بس في الاخر بتديكي نتيجه حلوه قوي قوي وطعمها بيكون فظيع. طيب تعالوا نقول سريعا سلطه البتنجان بالمايونيز. ايه هل هيمشي البتنجان مع المايونيز؟ السلطه دي خطيره طعمها بيبقى حلو قوي. معايا مكعبات بتنجان مقلي، ممكن اشوي مفيش مشكله، يعني دي او دي براحتك. معايا كوبايه مايونيز، معايا نص كوبايه من الطحينه، ربع كوبايه من الخل، شويه ميه دافيه عشان افك بس الطحينه، ثوم مفروم، عصير ليمون، بقدونس مفروم، ملح وفلفل اسود وبس. فاضل كده عندي حاجه واحده اخيره اللي هي متبل الكوسه، هنقولها بعد ما نرجع من الفاصل على طول. فهناخد فاصل سريع ونرجع ليكم من تاني نكمل او نبتدي بقى نركب مقادير وصفاتنا النهارده. فاصل ونرجع ليكم من تاني. رجعنا بعد الفاصل، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بصوا هبتدي بالبطاطس المخلله، هي مش بتتخلل او مش بتتحفظ زي المخلل، بس هي طعمها في الاخر بيديكي طعم المخلل. ما تسالنيش ازاي بقى، الليمون، الثوم، الكزبره، الحاجات دي كلها في الاخر بتديكي ميكس خطير. طيب عندي شويه زيت، انزل بحبه ثوم كده حلوين مع رشه ملح، قرن فلفل، ونشوح الحاجات الحلوه دي كلها. الريحه بقى شموا انتوا الريحه او تخيلوا الريحه هتبقى عامله ازاي، وحاجه كده من مفيش. ممكن انا جنب البطاطس دي اعمل بيض عيون، افتح علبه فول، احمر شويه بتنجان كده مقلي بالخلطه وتبقى غدوه. مش هقول مثلا نقنقه، لا تبقى غدوه اهو. تقليبه بسيطه، بندي رشه كمون ورشه كزبره، حاجه بسيطه قوي، مش عايزه الثوم يغمق مني. واروح نازله بشويه عصير ليمون، حاجه بسيطه، ونروح نازلين بالهريسه. بصوا بقى عندي اللون عمل ازاي، واروح نازله بالبطاطس، رشه فلفل اسود، ونقلب الدلع ده كله. ازيك يا هبه يا بوب يا هبه، صباح الهنا، رحتي فين يا هبه؟ هحاول يرجع يكلمينا تاني. الله، بصوا بقى يا حنون، صباح الفل عليك يا صباح الهنا، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه، ما عرفتش اقولها لك معلش امبارح. لا يا روحي كانك قلتيها وزياده والله. ربنا يبارك لي فيك، كل سنه وانت طيبه وتسلم ايديكي يا توتة. يا رب وانت بالصحه والسلامه. ايه رايك بقى في الاكل بتاع النهارده؟ ارتاحي كده بس حلو. لا كل حاجه بتعمليها جميله حبيبه قلبي، ربنا ما يحرمني منك. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. يا رب اللهم امين يا رب. جربت الرز بالكبسه يا توتة؟ طلعت حلوه؟ خطيره خطيره الحمد خطيره، الفراخ بالكبسه خطيره حبيبه قلبي، حلوه عشان من ايدك والله، ما تحرمش منك ابدا يا توتة. ولا منك يا رب، يروح قلبي. كل سنه وانتم طيبين كلكم. يا رب وانت بالصحه والسلامه ودايما كده معايا ومنوراني ومسمعاني صوتك الحلو دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك لنا فيكم يا حبيبتي. يا رب اللهم امين. صباحك هنا وسعاده. حد يصدق ان الاكله خلصت؟ يعني شوفوا الموضوع فظيع. انا زودت ايه؟ البطاطس ده تقليبه، حطيت بقيه كميه الهريسه، اديت بقيه كميه الفلفل الحامي او البارد براحتك، وحطيت كزبره، بس هزود بس شويه كزبره وخلاص. نقول صباح الورد يا هبه. صباح النور، ازيك يا توتة؟ صباح الورد، عامله ايه؟ اخيرا بقى اتصلت، شوفي حبيبتي هبه طلع شريف. ايه صوت بيقطع؟ هبه شريف؟ هبه شريف. يا روح قلبي، لا ده زغروته بقى، ده هسيب الحله والطاسه وكله اخيرا. الله يكرمك، وحشاني والله يا توتة. يا روح قلبي والله، وانت وحشاني اكتر. هقول لهم بس ان هبه من الناس الحلوه قوي قوي اللي متابعاني على الصفحه، وكانت محرجه تعمل مداخله،
فالنهارده الحمد لله جمدتي قلبك. والله بس انا بحبك والله في الله حبيبه قلبي، يعني مش قادره اقول لك قد ايه بصراحه. يا رب يكرمك ويفرح قلبك. شوفي البطاطس بقى نازله بتزغرت ازاي. الله. والله عارفه النهارده تحفه الحلقه بصراحه، حاجه خفيفه كده وسهله، ما فيهاش حاجه صعبه جدا. هجربها وهقول لك برده ان شاء الله. هستناكي تقولي لي. ماشي، ومش اخر مكالمه، وقاعده على الهوا اهو. خلاص بقى، دي اول مره خلاص تفتح بقى معايا. احنا خدنا الخطوه الاولى خلاص. ان شاء الله يا حبيبتي هكلمك على طول باذن الله. هستناكي. روحي على راسي. الله يكرمك يا حبيبتي. ربنا يفرح قلبك ويسلم لي عيونك. الله يكرمك وتسلم ايديكي يا حبيبتي. يسلم قلبك. دايما متفوقه يا رب باذن الله يا حبيبي. صباحك هنا وسعاده ورضا. صباحك يعني هي كل شويه تبعت لي على رسائل صفحه تقول لي توتا انا نفسي اكلمك في البرنامج بس مكسوفه. مش عارفه مكسوفين ليه، ليه جمدوا قلبكم كده؟ ما هو انا اللي هرد عليكم مش حد تاني، مش حد غريب يعني.